فيني ما جاوب؟ او ماي جاد، شو هالخيار بالاخر؟ او ماي جاد، هذا سؤال صعب يعني، كيف تسألني هذا السؤال؟ ما طباخ يعني، طباخ خاص. رحلة على باريس أكيد. أكيد رحلة على باريس. هلا هو لازمني موبايل بس لا، بنقي باريس على طول. رحلة على باريس يعني أنا سفر 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 سفر، موبايل آخر شيء سفر. لا أفضل إنه ما أتكلم غير في الليل. أكيد أكيد بنطر بالليل أحكي، لأنه يمكن يطلع معي إذا بدي أحكي شيء تلقائياً يمكن يطلع هيك مش بوقته أو يكون غلط. لا بفضل لبالليل كون فكرت وبعدين أبدعت. بقول كل شيء بيخطر على بالي، أحياناً ما بفكر يعني بقوله مباشرة. بتمنى لو أقدر أصبر لليل بس لا بقوله بسرعة. لا صراحة ما أقدر أتكلم إلا للمساء، لأنه أنا من النوع اللي كثير أفكر، فإذا الحين قعدت أقول كل شيء في كثير كلام. لا أحسن أنتظر لليل. لا أضيع في الغابة. لا بفضل إني ضيع بالغابة أحسن. لا بتوه بالغابة. شوف أنا صراحة ما عندي مشكلة إني أنام في غرفة مظلمة، أصلاً أنا أحب إن تكون مظلمة الغرفة، بس يعني أحس والله أنا شجاعة إذا سويتها هذه، تهت في الغابة ممكن أسويها. لا أنا أحب أطبخ فأكيد مسبح خاص. امتلك مسبح. طباخ يعني، طباخ خاص. لا أكيد طباخ، أهم شيء عندي أنا الأكل، طباخ وشاف يعني يكون مرتب، إيه هذا هو. الله ولا واحدة فيهم. لا بدون منزل. أكيد بختار المنزل. لا بعيش مع أصدقاء وأكيد حدا من بيناتهم بيعيشني عنده بالبيت. بدون أصدقاء أو بدون بيت؟ ما هم الأصدقاء مرات يصيروا كأنهم بيت يعني، بس أنا أحتاج بيت، أصدقاء ولا بيت؟ أصدقائي لا تأخذوا بهالموضوع، بس لازم يكون عندي بيت، بس لازم أنتوا تكونوا موجودين، بس أول شيء بيت عشان أعزمكم عندي. لا هاي مستحيل. لا no way no way مستحيل، هاي ما حجاوب عليها. لا صراحة سؤال صعب لأنه ما بقدر، الاثنين غالين على قلبي ما فيني جاوب صراحة. بعيش غني كتير مع أبوي وبعطيها مصاري لأمي بدون ما يعرف. ما عندي جواب على هالسؤال. لازم أعيش معهم أصلاً، ماما وبابا لازم يعيشوا مع بعض، ما أقدر أنا أعيش مع واحدة غنية وفقيرة، فخلاص. يا سلام. إيه طبعا بدي، انت حد بدي مأوى، بدي محل اقعد يعني فيه. يعني تعيشي بلا اصدقاء؟ اعيش بالشارع يعني. ايه صح معك، ما كنتي من شوي بالغابه ضايعه. الله يستر، انا حاسه هذا حيصير شيء. فاس. ايه فاس. لا بدون منزل. لا لا ما اعرف، لا صعب هيدي صعبه. لا اي كانت بدون أصدقاء. لا مستحيل بدون أصدقاء. لا بدون منزل. لا رو انت وضعك.